السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآنی دعا اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا ما لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة طاقة لنا به لنا به ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم على القوم الكافرين كافرين على القوم الكافرين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين